بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. اللهم صل على محمد النبي الأمي، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى ذريته وآل بيته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه، ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيضا أيها الإخوة الأحبة، عشنا مدة من الوقت مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه في خلافته، واستمعنا إلى بعض الوقائع والأحداث التي كانت في زمانه، في زمان خلافته رضي الله عنه وأرضاه، من حروب الردة إلى فتوحات العراق إلى فتوحات الشام. هذه الأحداث والوقائع تعرفنا من خلالها على صفات لأبي بكر الصديق، على طبيعته، على فهمه، على آماله وطموحاته رضي الله عنه وأرضاه. تعرفنا على كلماته وأوامره رضي الله عنه وأرضاه، تعرفنا على شخصيته وعلى طبيعته رضي الله عنه وأرضاه. الوقائع والأحداث الحمد لله تكلمنا عنها، حروب الردة تحدثنا عنها باستفاضة الحمد لله، فتوحات العراق، بداية فتوحات العراق تحدثنا عنها بحمد الله عز وجل، وفتوحات الشام أيضا تحدثنا عنها بحمد الله عز وجل، وتابعنا هذه الوقائع والأحداث، وتعرفنا من خلال هذه الأحداث على معية الله عز وجل للمسلمين، توفيق الله عز وجل للمسلمين، تعرفنا على السنن، بعض السنن الشرعية، بعض السنن الكونية، تعرفنا على جيل الصحابة، مزيد من الوقائع والأحداث. تكلمنا عن خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، عن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه، تحدثنا عن المثنى بن حارثة، عن القعقاع بن عمرو التميمي، تحدثنا عن عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تعرفنا على أخلاق الصحابة، كيف كانوا يتعاملون فيما بينهم، كيف كانوا يتفهمون، صفات الصحابة الأجيال الأولى للمسلمين، الاحترام والتقدير والسمع والطاعة وحب الإسلام والعمل للإسلام والرغبة في ترسيخ الإسلام في الأرض وتعميق الإسلام في الأرض ونشر الإسلام في الأرض وعرض الإسلام على الناس بدون إكراه حتى يختاروا، بدون إكراه، بدون قيود، جاهدوا في سبيل الله ليصل الإسلام إلى الناس، عشان ندي فرصة للإسلام يتعرض على الفرص. قبلوه مرحبا، رفضوه لا يرغموا. مين اللي يمنع الإسلام؟ قيصر؟ هرقل؟ انحارب هرقل عشان ما يبقاش عقبة قدام الإسلام، ونحطمه ونهزمه عشان نبعده، تعالى يعرض الإسلام على الناس في الشام. اللي يحبوا الإسلام تفضلوا مرحبا، ما حبوش الإسلام لا يكره في الدين، بس ما حدش يهدد أبدا. يبقى الإنسان كل واحد باختياره بإرادته، إنما الإسلام الآن إحنا بنمشي زي الصحابة. الصحابة أرادوا عرض الإسلام، نشر الإسلام، إيصال الإسلام، واضح؟
المقصود فإحنا وإحنا بنتكلم عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، تكلمنا عن الصحابة إزاي كانوا بيحبوا الإسلام وإزاي عايزين ينشروا الإسلام في بلاد بعيدة، اللي وداهم العراق، اللي خلاهم يحاربوا الفرس، اللي ودى الصحابة الشام، اللي خلاهم يحاربوا الروم، الإسلام. حبوا الإسلام، هذا دين الله، حبوا يوصلوا للناس في أي مكان ويحاربوا ويموتوا في سبيل الله عشان الإسلام يوصل للناس هناك بعيد. صفات للصحابة الكرام رضي الله عنهم وارضاهم تعرفنا عليها من خلال قصة أبو بكر الصديق في الخلافة رضي الله عنه وارضاه، وزي ما تعرفنا على الصحابة وتعرفنا على سنن الله عز وجل، تعرفنا على أخلاق الصحابة، عبادات الصحابة، وزهد الصحابة، وتواضع الصحابة الكرام رضي الله عنه وارضاه. احنا تكلمنا عن الموضوع دي، اللي عايز اقوله بقى دلوقتي ايه؟ ان احنا نقف وقف التأمل مع الأحداث والتذكر، بمعنى ان انا احاول افتكر يا ترى احنا قلنا ايه في حروب الردة، حروب الردة يا ترى سيدنا ابو بكر جهز يعني كم من الجيوش، كم جيش؟ احنا قلنا 11 جيش، يا ترى كل جيش كان راح فين؟ حاول نفتكر، حاول نفتكر كل جيش راح فين وعمل ايه. طب فتوحات العراق، حاول افتكر المواقع، المعارك بتاعت العراق. طب فتوحات الشام، حاول افتكر الاحداث والوقائع عشان انا افتكرها احتفظ بيها، وايضا حتى انقلها للناس. مهم جدا ان احنا نكلم الناس عن خلافة الصديق، عن الانتصارات، عن المعارك الاسلامية، المعارك الحربية الدينية. مهم جدا ان احنا نكلم الناس عنها، نحكيها، نقصها على الناس. والحكايات جند من جنود الله، يثبت الله بها من شاء. الحكايات برضو ده جند من جنود الله، الحكاية، لان في بعض الناس لما يسمعوا الحكايات يثبتوا، ينتفعوا بها. فمحتاجين ان احنا نتذكر ايه اللي احنا قلناه في خلافة الصديق رضي الله عنه وارضاه عشان ما ننساش، ومحتاجين ان احنا نتكلم، ومحتاجين ان احنا نراجع الوقائع، لان اللي حصل في الزمن ابو بكر الصديق جزء منه ممكن يحصل في زماننا، لان الاحداث تتشابه وتتكرر. يبقى نشوف سيدنا ابو بكر عالج الموضوع الفلاني ازاي، لان هيمر بينا موضوع زيه، نعرف العلاج الصحيح. كيف تعامل ابو بكر مثلا مع الردة؟ كيف تعامل مع الاحداث في بلاد العراق؟ كيف تعامل مع الاحداث في بلاد الشام؟ في وقائع، في حكايات، في قصص، في مواقف هتمر بينا مواقف مشابهة، نعالجها بنفس الطريقة. ليه؟ لأن العلاج الأولاني كان صح، كان صواب، كان رشاد، كان سداد، العلاج بتاع أبو بكر. والأحداث بتتشابه، سواء كانت أحداث فردية أو أحداث جماعية. ممكن يمر بينا حدث إحنا كده مع بعض مش عارفين نتصرف فيه ازاي، ويكون حصل زيه ايام الصحابه، فلازم افكرين الصحابه تصرفوا ازاي، عالجوا الحدث ده ازاي. وطبعا الناس كان يعني مذكور في القران يبقى هو ده العلاج، مذكور في السنه وهو ده العلاج، مش مذكور في القران ولا في السنه نشوف الصحابه عالجوا الحدث ده ازاي، كيف تعاملوا معه، بدل احنا بنقعد نجتهد احنا ونفكر. ما عندنا الأحداث بتتشابه، ساعات بيقولوا كلمة غلط، يقول لك التاريخ يعيد نفسه، التاريخ يعيد نفسه، هو التاريخ بيعيد، هو التاريخ لا بيعيد ولا بيزيد. قول حوادث التاريخ تتكرر، ربنا اللي بيكررها، إنما اوعى تقول التاريخ يعيد نفسه، كأن هو التاريخ اللي بيعيد نفسه هو اللي خالق وهو اللي بيعيد، كلمة غلط. بس اللي بيقولها عايز يقول لك ان الاحداث بتتكرر، شبهها يعني تتشابه. المقصود فمحتاجين وقفة تأمل وتدبر وتفكر مع خلافة أبو بكر الصديق وغيرها. يعني الدروس اللي احنا سمعناها
واللي احنا حضرناه عشان ما ننساهاش، محتاجين ان احنا نقف تاني نستعيد المعلومات والوقائع والاحداث وننتفع بها. كيف نفعلها؟ كيف ننتفع بها في حاضرنا؟ وكيف ننتفع بها في مستقبلنا؟ الاحداث مرت علينا سمعناها، دي وقائع سمعناها وعايشناها الحمد لله. كيف نستفيد منها؟ ايه اللي نتعلمه منها؟ ازاي انا دلوقتي استفيد منها واطبقها؟ ده موضوع مهم جدا، فلا بد من الإشارة إليه. الحقيقة ان يعني لعلكم متوقعين ان احنا نبتدي في خلافة سيدنا عمر، انما انا محتاج اقف مع سيدنا ابو بكر وقفة، يعني وقفة يمكن الليلة، وهو يحتاج الى وقفات كثيرة جدا، تذكير ببعض المواقف التي مرت بالصديق رضي الله عنه والله. ولو حاولنا نتكلم عن ابو بكر عايزين لنا ساعات طويلة. بداية اسلام ابو بكر رضي الله عنه وارضاه ومشاهده ايام الرسول صلى الله عليه وسلم، اول يوم في اسلام ابو بكر عمل ايه وعمل ايه في مكة، 13 سنة في مكة حصلت مواقف من الصديق مجيدة، عدة مواقف. أمر على موقف من المواقف العابرة، أنا الحقيقة ما كانش في يعني في نيتي إن أنا أتكلم عنه، بس شيء بشيء يذكر. لما وصل عدد المسلمين 38، في بعض الروايات 60، ألح أبو بكر على الرسول في الظهور. سيدنا أبو بكر بلح، نظهر نعلن إسلامنا، نعلن إسلام، نجهر بالإسلام وليكن ما يكون. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرفض ان الاحوال غير مواتية، فالح ابو بكر على النبي في الظهور ان المسلمين يظهروا كده يعلنوا الاسلام، اللي كان مخبي اسلامه يعلنوا يجهر به. وفعلا اتفق والنبي وافق مع الحاح ابو بكر رضي الله عنه وارضاه، وافق. اللي حصل ايه؟ ان المسلمين كان كل واحد قاعد في قبيلته، فقام أبو بكر خطيبا عند المسجد الحرام عند الكعبة، العائلات والقبائل قاعدة والمسلمين كل واحد قاعد مع قبيلته مع عيلته، علشان بقى إيه؟ أبو بكر هيخطب وكل واحد قاعد مع عيلته يقول لهم صدق عنده حق ما تقبله. فقام خطيبا، يا ده هيعلن إسلامه أهو، والصحابة كلهم يعلنوا إسلامه. فقام عليه عتبة بن ربيعة وقام عليه المشركون، ضربوه ضرب شديد، وتكلمنا عن قصة ضربه، ضرب سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه أول خطيب في نصرة الإسلام طبعا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. ده في مكة عنده شخصية قوية، حب الإسلام، ليه نخبي؟ قول اعلن. والضرب ضرب شديد جدا سيدنا أبو بكر، تركوه وما يشكون في موته، قالوا مات من كتر الضرب. مرة تانية الكفار خنقوا النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا أبو بكر جاء طار وخلع الفك الثياب من حول عنق النبي صلى الله عليه وسلم، فأقبلوا على أبو بكر ولهوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعلوا يكذبونه من شعره، شدوه من شعره، كانت له غدائر، شدوه كثيرا حتى رجع في آخر اليوم لا يمس جزء من شعره إلا خرج في يده، أول ما يحط إيده على شعره يجي معه يطلع معه في يده، يطلع من كتر ما تشد من شعره. سيدنا أبو بكر له مواقف كثيرة جدا في مكة، مواقف كثيرة جدا، والهجرة إيه اللي عمله في الهجرة، وموقفه في غزوة بدر، موقفه في غزوة أحد، غزوة الخندق، والغزوات غزوة تبوك، والنفقات بتاعته، النفقات بتاعته ينفق. والناس يسألوا ماذا أبقيت لأهلك؟ أبقيت لهم الله ورسوله،
جاب كل اللي عنده، كل اللي عنده. أبقيت لهم الله ورسوله، جاب كل المال. ده سيدنا مواقف كتيرة جدا يعني. فالليلة بنقف مع بعض المواقف كده. في يوم من الأيام كان سيدنا أبو الدرداء جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فجاء أبو بكر مسرعا وقد أخذ بطرف ثوبه حتى كشف عن ركبته. جاي بيجري ورفع القفطان بتاعه أو الإزار بتاعه لحد ما ركبته باينة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما صاحبكم فقد غامر. غمر يعني خض غمار خصومة، يعني في حاجة كان في خصومة بينه وبين حد، فجاي جاي سريع. سيدنا بكر هيعرض حاجة على النبي صلى الله عليه وسلم: أما صاحبكم فقد غامر. النبي عارف سيدنا بكر بالهيئة دي يبقى في حاجة، أصل هو كان شديد الالتصاق بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم. أما صاحبكم فقد غامر. فجاء فسلم وجلس. قال: يا رسول الله، كان بيني وبين ابن الخطاب شيء فأسرعت إليه. أسرعت إليه يعني كلمته كلمة خشنة. سيدنا بكر، خد بالك المعلومة اللي هنقولها دلوقتي، سيدنا أبو بكر في الغضب كان أقوى من عمر. الحاجة اللي ما نعرفهاش، أقوى من عمر عدة مرات في الغضب. لما يغضب أقوى من عمر وأسرع. قال صلى الله: كان بيني وبين عمر شيء فأسرعت إليه، كلمت كلمة خشنة، ثم ندمت. سريع العودة. فسألته أن يغفر لي، سامحني، اعفو عني، اصفح عني، تجاوز عني، عديها لي، تزعلش. قال فأبى. سيد عمر، ايه رأيكم في الله؟ سيدنا أبو بكر زعل حد؟ سيدنا عمر ما قبلش، قال له اغفر لي. فانطلق. قال فأتيتك يا رسول الله. راح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له بقى حصل كذا. ثم إن عمر ندم. سيدنا عمر ندم، أنا إزاي يقول لي سامحني واصفى عني وأنا ما قبلتش، فأنا سامحه. ندم عمر. فانطلق إلى بيت أبي بكر فقال: أثم أبو بكر؟ أبو بكر هنا موجود في البيت؟ قالوا: لا، مش موجود هنا. فانطلق عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر راح عند النبي فلقى أبو بكر إيه؟ قاعد قبل عمر ما يتكلم. الرواية في صحيح البخاري. قال فجعل أبو الدرداء بيحكي رضي الله عنه، فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر. النبي غضبان، وجه النبي بيتلون غضب من عمر. كيف أبو بكر يقول لك سامحني وما ترضاش، حتى لو هو اللي بدأ، هو اللي صاحب كلمة خشنة معك؟ ده أبو بكر، أبو بكر. فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر يتمعر. فأبو بكر خايف لأن النبي يغضب على عمر، فجثى على ركبتيه. راح جاي سيدنا أبو بكر قاعد على ركبه الاثنين ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إيه يا رسول الله؟ لا، أنا كنت أظلم، أنا اللي ظلمته، أنا اللي بدأت، تغضبش عليه، تغضبش منه. ها؟ والنبي يقول إيه؟ غفر الله لك يا أبو بكر، غفر الله لك يا أبو بكر، غفر الله لك يا أبو بكر. ثم يقول لعمر: هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ قلتم كذب وقال صدق، كفرتم بي وآمن بي. قل له ده صاحبي، سيبولي صاحبي. لما قلت ان انت كذبت، لان النبي لما دعا الى الله في اول الامر كل واحد توقف الا ابو بكر، ما توقف لحظة. اول النبي معرض للاسلام من اول لحظة، من اول ثانية قبل الاسلام، الوحيد اللي قبل الاسلام فورا وحالا وبسرعة سيدنا أبو بكر الصديق الوحيد. واللي يتوقف حيشك في صدق النبي صلى الله عليه وسلم، لما يتبين له الصدق بيخش في الإسلام. فسيدنا النبي يقول له لعمر: قلتم كذبت وقال صدقت.
الموقف السابقة بتاعته. قلت لي كذبت وقال صدقت، كفرتم وآمن. هل أنتم تاركي لي أصحاب؟ لأن اللي بالهيئة دي يغفر له، يتسامح معه، يمرر له. صحيح سيدنا أبو بكر اللي بدأ، وهو اللي قال يا رسول الله أنا كنت أظلم، وهو اللي قال أسرعت إلى عمر، سرعت أنا بكلمة كده طلعت مني بسرعة، زعلته كلمة مثلا جامدة خشنة شوية، وندم سيدنا أبو بكر. سيدنا أبو بكر كان يندم بسرعة ويحاسب نفسه فورا. ليه؟ خوفا من الحساب، خوفا من العقاب، خوفا من السؤال، خوفا من الله، خوفا من يوم القيامة، خوفا من النار. سيدنا أبو بكر كان يخاف من النار، فيقول له عمر اغفر لي سامحني علشان ما يبقى لكش حق عندي يوم القيامة، تاخد حسنات، تاخد من أعمالي، اغفر لي سامحني اعفو عني اصفى عني تجاوز بسرعة، خد حقك دلوقتي أو تسامحني. خايف من يوم القيامة، عنده خوف شديد، عنده يقين بيوم القيامة، يفكر في النجاة. المقصود ده موقف بنعرف منه ايه؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف منزلة ابو بكر، يعرف منزلة ابو بكر للصحابة، ان ابو بكر مش اي حد، حتى لو هو اللي سبق له مكانة له منزلة، ده سابق. وضحت دي منزلة ابو بكر. مرة من المرات برضو في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي أعطى أبو بكر قطعة أرض، وربيعة الأسلمي قطعة أرض. سيدنا ربيعة كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا ربيعة، وبالمناسبة كان عدد من الصحابة كل يوم واحد يقول إيه، لأكونن اليوم بوابا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يا بختي سيدنا موسى الأشعري في يوم الأيام يقول لأكونن اليوم بوابا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا أبو هريرة في يوم الأيام يقول لأكونن اليوم بوابا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا عبد الله بن مسعود يقول في يوم الأيام لأكونن اليوم بوابا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هيقف عند الباب واللي عايز يسأل النبي، عايز يعرض مصلحة أو شكوى أو سؤال، يبقى في بواب هيخش يجيب له الإذن من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. سيدنا ربيع بن كعب كان برضو يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي في يوم من الأيام قال له يا ربيع ألا تتزوج؟ قال قلت يا رسول الله ما أريد، وما عندي ما يقيم المرأة، وما أحب أن يشغلني شيء عن خدمتك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد فأعرض النبي عنه خلاص. ومن مرة ثانية قال له يا ربيعة ألا تزوج؟ قال قلت يا رسول الله ما أريد، ما عنده الرغبة في الزواج، وما عندي ما يقيم المرأة، أصرف عليها منين ما عنديه، وما أحب أن يشغلني شيء عن خدمتك. يقول ثم رجعت إلى نفسي، سيدنا ربيعة يقول أنا رجعت لنفسي تاني، النبي سألني مرتين، رجعت إلى نفسي فقلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بنفسي مني بما يصلحني في أمور الدنيا والآخرة. النبي يعرف أكثر مني، أكثر مني بنفسي، اللي يصلحني في أمور الدنيا والآخرة. الله، شوف الفهم الجميل بقى، يقول النبي يعرف اللي ينفعني أكثر في الدنيا والآخرة، أكثر مني. والله النبي يعرف اكتر مننا ايه اللي يصلحنا في الدنيا والاخره، بس بعض الناس مش فاهمين كده، يقول لك انا افهم ايه اللي ينفعني اكتر وانا اعرف ايه اللي يضرني اكتر. لا، النبي يعرف ايه اللي ينفعك اكتر منك بنفسك، انت ما تعرفش. النبي يعرف مصلحتك اكتر منك، ويدلك على اللي ينفعك اكتر منك. انت يمكن تفكر في حاجة تنفعك تطلع تضرك، تضرك في الدنيا وتضرك عند الله يوم القيامة. الناس مش فاهمين كده، الناس فاهمين غلط. لو فهموا صح
يطيع النبي صلى الله عليه وسلم في كل الأمور، ما يجادلون ما يجادل ولا يتهربون من السنة. إنما بعض الناس يتهربوا، تقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجيب لك أعذار وحجج ومبررات ليه؟ عشان ما ينفذش. ده مسكين، ده مش فاهم، فاكر انه مخه وعقله هيوصله للحقيقة ويوصله اللي ينفعه. النبي يعرف اللي ينفعك اكتر منك. سيدنا ربيعة قال لنا المعنى ده، وبعدين قال لئن قال لي ألا تتزوج لأقولن نعم يا رسول الله مرني بما شئت. وفعل النبي قال المرة الثالثة ألا تتزوج، قال نعم يا رسول الله امرني بما شئت. قال انطلق إلى آل فلان من الأنصار قل لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلني إليكم يأمركم أن تزوجوني من فلانة. النبي بيأمركم تجوزوني من فلانة باسمها. قالوا مرحبا برسول الله وبرسول رسول الله، والله لا ترجع إلا وقد قضيت حاجتك. جوزوه. رجع للنبي حزين، ما لك يا ربيع؟ قال يا رسول الله أتيت قوما كراما زوجوني وتلطفوا بي وما سألوني البينة. من رحت قلت لهم النبي يأمركم تجوزوني فلانة؟ قالوا نعم. حاضروا جوزوا، ما سألوني البينة. مين يشهد لك؟ هات ما الله. فهو زعلان ان ايه؟ قال ما سألوني البينة ولم ادفع اليهم صداقا، ناس كرمة، وانا برضو عايز ادفع لهم المهر. عنده مروءة، عنده شهامة، نفسيته عالية، عنده صفات عالية. مش يقول لك بركة ما سألونيش المهر خلاص بقى، طالما ما سألونيش ليه افتح على نفسي موضوعات؟ لا، درجة حزين. فقال النبي اجمعوا له مهرا، اجمعوا له مهر. عايز يرد لهم الجميلة واحنا نساعده، اللي عايز يرد للناس الجميلة احنا نساعده. فجمعوا له وزن نواة من ذهب، راح ادالهم المهر. قالوا كثير، طيب، حسن، كتير علينا ده. فرجع تاني حزين. قال النبي ما لك يا ربيع؟ ما لي أراك حزينة؟ قال يا رسول الله، قالوا عن المهر كثير، طيب، حسن، وما أولمت. أنا ما عملتش وليمة ولا سألوني عن الوليمة، وأنا عايز أولم السنة كده. قال اجمعوا له وليمة، اجمعوا له كبشا. فالصحابة أنفقوا لحد ما جمعوا له قيمة كبش، اشترى كبش. قال انطلق إلى عائشة فقل لها هات المكتل الذي عندكم. المكتل كأن حقيبة كده، شنطة فيها سبعة أصع من الشعير. قالت عائشة لا والله ما عندنا في البيت غيره. انت هتاخد اللي عندنا وما عندناش غيره. بس قال لها ايه؟ النبي يأمرك تدين المكتل. اديت له المكتل. راح للنبي صلى الله عليه وسلم قال له ترجع لهم وتقول لهم هذا خبزكم الشعير، هذا خبزكم وهذا طبيخكم. الكبش تطبخوه، الوليمة، والشعير ده الخبز بتاعكم، وكله أهل العروس. فذهب إليه قال هذا خبزكم وهذا قالوا أما الخبز فعلينا، إحنا هنطحن ونخبز، وأما الطبيخ فعليك، لا أنت موضوع الكبش أنت اللي. قال فدعوت نفرا من أصحابي فذبحنا وسلخنا وطبخنا ودعوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقصود يقول في نفس الحديث قال ثم أقطعني النبي صلى الله عليه وسلم قطعة أرض وأعطى أبا بكر قطعة أرض، هي اللي الشاهد هنا بقى والقطعتين جنب بعض. قال فأقبلت الدنيا. يا ده هو لما النبي قال له تتجوز قال له ما عندي ما يقيم ايه المرأة. دلوقتي بقى اتجوز ودفع مهر وعمل ولي والنبي اداله حتة أرض. يقول أقبلت الدنيا فاختلفت أنا وأبو بكر على عذق نخل، فقلت أنا هي في أرضي
وقال أبو بكر بل هي في أرضي، ما كانش في حدود بين الأرضين. فربيع قال لي في الحدود بتاعت الأرض بتاعت، وسيدنا أبو بكر قال إيه بل هي في أرضي. اسمع بقى حل حل حل. قال فقال لي أبو بكر كلمة كرهها. بيقول أبو بكر حكاية إيه لكلمة سيدنا أبو بكر لما يغضب يغضب برضو إيه بسرعة بس يرجع بسرعة. قال لي كلمة كرهها، أنا ما كرهتهاش بس هو اللي كرهها، خشنا شوي. ثم قال لي يا ربيعة ردها علي لتكون قصاصا. قل لي زيها بسرعة عشان يبقى القصاص، خدت حقك، خايف يوم القيامة الحساب السؤال العقاب النار، خايف. كلمة واحدة مش عشر كلمات. قال له ردها علي، قل لي زيها لتكون قصاصة. قال فأبيت علي، لا مش هرد. المرة اللي فاتت كان قال له عمر ايه اغفر لي سامحني، لا المرة دي مش بيقول له بقى سامحني، قال له قل لي زيها يبقى دي قصاد دي وخلاص قصاص. رفض ربيعة. فقال بكر لأنطلقن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا هروح للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي يشوف لي الحل، أنا خايف من يوم القيامة، إيه الحل إيه؟ من الدنيا عايز أخلص دلوقتي، خلص اللي عليا، يوم القيامة، النبي يقول لي أتصرف إزاي علشان ما أروح آمن يوم القيامة، راح سيدنا أبو بكر، يقول فانطلقت أتلوه، أتلوه ورا منه يعني، فرآني قومي عيلتي شافوني وعرفوا، قالوا علامة يستعذي عليك أبو بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي قال لك ما قال. النبي حيروح أبو بكر يروح عند النبي حيخليه عديك يزعل منك وهو اللي قال لك الكلمة. قال أتعرفون من هذا؟ هذا أبو بكر، هذا ثاني اثنين إذ هما في الغار، هذا صاحب النبي، هذا ذو شيبة المسلمين، ارجعوا. لا يلتفت أبو بكر فيراكم تنصرونني، لو بص ورا ولقاكم جايين معايا يغضب أبو بكر، أنتوا تنصروني، فيغضب رسول الله لغضبه، فيغضب الله علي لغضبه ما فأهلك. النبي لو شافكم جايين كترة معايا ضد أبو بكر يزعل عشان صاحبه له مكانة له سابقة، ولو النبي زعل وغضب مني ربنا يغضب لغضب النبي صلى الله عليه وسلم فأهلك، أنا أضيع، هتضيعوني أنتوا كده. ما تقول؟ قال ارجعوا، ارجعوا أنتوا. فرجعوا. لما راح يقول فجلست فقلت له يا رسول الله كان كذا وكذا، حصل كذا كذا، قال لي كلمة كرهها، قال ردها علي فلم أردها فأبيت علي. قال بلى لا تردها علي، ولكن قل غفر الله لك يا أبا بكر، ادعي له ربنا يغفر له. قال فقلت غفر الله لك يا أبو بكر، فقام أبو بكر يبكي، يبكي بكاء سيدنا أبو بكر. المقصود إن هو خايف من يوم القيامة سيدنا أبو بكر، الصحابة في خوف، ممكن كلمة تفلت كده، كلمة تطلع كده، وكان قوي رضي الله عنه وارضاه، قوي في الحق ولين في الحق، في بعض المواقف يلين جدا في الحق، وبعض المواقف ممكن يحتد أو يشتد. المقصود سيدنا أبو بكر طبيعته الشخصية، خد مثال برضو أنه هو كان جامد شديد في الغضب. في يوم من الأيام بعد ما بقى خليفة قال للمسلمين بعد صلاة الجمعة، قال في يوم الجمعة إذا كان الغداء
فأرسلوا إلينا بصدقات الإبل نقسمها بين المسلمين. اللي عنده صدقة عايز يبعتها يبعتها لي الجمعة في وقت كذا، ولا يدخل علينا أحد إلا بإذن، محدش يخش إلا بإذن، ابعتوا الصدقات وأنا هقسمها. فسمعت امرأة لها زوج فأعطت زوجها خطاما، الخطام تعرفين ايه؟ اللجام. فقالت له خد دي بداية ايه، خد لعل الله ان يرزقنا جملا، روح ادي اللجام اهو يمكن ترجع لنا بايه، بجمل. ها هذه البداية. الرجل خد الخطام ودخل على ابو بكر وعمر بغير اذن، فاخذ ابو بكر منه الخطام وضربه. ابو بكر يضرب حد في الغضب كان اقوى من سيدنا عمر، في حاجه يغضب بسرعه وبقوه بس يرجع بسرعه. ضرب الرجل بالخطام، قال هلا دخلت باذن، انا قلت لازم اذن، اخرج. خرج الرجل وانتهى ابو بكر من قسمه الصدقات، ثم خرج الرجل وقال خذ خطامك فاقتص مني، ضربني دلوقتي يلا. هو الخليفة خلص، في يوم قيامة في حساب، في سؤال، في عقاب، في نار، خذ حقك دلوقتي. قال عمر لا والله، حتى لا تكون سنة بين الخلفاء. اللي يلمس حد كده يقول لك القصاص هتبقى سنة بعد كده. قال أبو بكر فماذا أقول لربي يوم القيامة، ربنا هيحاسبني. قال عمر أرضه، طب ارضيه اديله حاجة من مالك انت ترضيه. فعلا أبو بكر راح جاب للراجل ناقة بخطامها بقطيفتها، يعني حتى كان هيديله جمل من الصدقة، لا ده أنا أروح أجيب لك ناقة من عندي بالقطيفة اللي عليها بكل ما يلزمها ارضاء لهذا الرجل، خد عشان ما تسألنيش يوم القيامة حاجة تاني. يوم القيامة ده خلى أهل الإيمان ما فيش يعني في قيود. ها طبعا، وإلا الدنيا كانت إيه؟ لو ما فيش إيمان باليوم الآخر اللي يعمل أي حاجة يعملها خلاص. يوم القيامة ده أثر على القلوب وعلى النفوس يوم القيامة. فدي صفات دي بعض المواقف يعني إيه للخص سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وارضاه، وإلا فالمواقف كتيرة. قوي سيدنا أبو بكر، ما فيش حد ما يجاملش حد. سيدنا عمر تزوج امرأة من الأنصار أنصارية وطلقها، كان يقول طلقها. وبعدين في حجة من الحجام في الزمن أبو بكر الصديق، كان عمر يحج فرأى امرأته المطلقة ومعها ابنه بمحسر، وادي محسر بين مكة وبين عرفة، وقد مشى على ساقيه، الولد كبر ماشي على رجليه الولد خلاص، فمسكه عمر وجذبه حتى تأذى الولد. عمر سيدنا عمر شده جامد، الولد توجع اتألم، انتوا عارفين شدت سيدنا عمر جامده. قال له هاتي ابني، ده ابني. فاختصم الى ابي بكر، راح له ابو بكر قال ادفعه اليها، عمر رجعه، ريحها انفع له منك، فخذها انفع له منك، فراشها حنانها رفقها انفع له منك، فاذا بلغ انت احق به منها. لما يبلغ سيبه لها. بس سيدنا عمر حاضر سمع وطاعه، ولول لا لا ماليش دعوه، ده ابني انا عايز ابني. ما هو خلاص ابنك، سيدنا ابو بكر فهم ان ده ابنك، بس ما وجوده مع امه انفع له وانفع لك تربه لك، خلاص ما عادش في نقاش. عارف نفس الموقف ده لو اتعرض على حد مننا يقعد يجاد، ما هو ابني، ما خلاص ما قعد معاه ده بقى ويقعد يقول مبررات واحكام. المقصود فيش مجامله،
في الأحكام سيدنا أبو بكر قوي، وقصد منه سيدنا عمر قوي أقوى من سيدنا عمر رضي الله عنهم. سيدنا أبو بكر كان عنده تواضع، لما بويع بالخلافة، أنه قبل الخلافة كان يشتغل إيه سيدنا أبو بكر؟ تاجر ملابس، تاجر لما بويع بالخلافة أصبح غاضٍ إلى السوق وعلى عنقه أثواب، هو الخليفة وماشي في السوق وعلى رقبته الأثواب القماش رايح يبيع. فقال عمر: إلى أين؟ إلى أين أبو بكر؟ رايح فين؟ وقد وليت أمر المسلمين. قال: من أين أطعم عيالي؟ أوكل عيالي منين؟ مالش بقى بيت المال، اتفتح لي خزائن الأموال، من أين أطعم عيالي؟ قالوا: منين؟ هو الخليفة ورايح السوق تاني، حيبيع ويشتري ويبيع ويشتري عشان يكسب يوكل الأولاد من كده ومن تعبه. قال: ارجع ونحن نفرض لك، ارجع احنا نفرض لك. قال: كم؟ فرضوا له في السنة 50 و100 دينار، 250 دينار طول السنة، ما تكفهوش دي، وشاه يؤخذ من بطنها ومن رأسها ومن كوارعها، ما يكفيش. المقصود ان في يوم من الايام سيدنا عمر رايح يدور عليه ما لقاهوش، ولقى جنب بيته عدد من النسوة. سيدنا عمر سأل، قالوا: جئنا الى ابو بكر ليفصل الينا في خصومة. قال: اين هو؟ قالوا: في السوق. قالوا لنا: في السوق على المسعين لما يرجع. راح سيدنا عمر السوق، لا سيدنا ابو بكر. راح في السوق لا بيبيع برضه تاني، سوق البقيع. قال: يا ابو بكر، الم نفرض لك؟ احنا مش ادينا لك مرتب سنه؟ قال: هذا لا يكفيني، هذا لا يكفي، عندي عيال وعندي كذا، عنده ضيوف بيقولوا، عنده عيال عنده. قال: ارجع نزيدك. فرجع سيدنا عمر والتقى بسيدنا علي، قال: زده الى 300 دينار، بدل 250 خليهم 300، يذبح يكفوها 300. قال: والشاه تكملوها لي من غير ما تاخذوا من بطنها ولا من راسها ولا من كوارعها، تكملوا للشاه. قال: اما هذه فلا، لا لازم نعرضها. عرض سيدنا علي والمسلمين وافقوا. فصعد أبو بكر على المنبر، قال: أيها المسلمون، إن عمر فرض لي 50 و200، وقد زادت إلى 300 مع الشاه، أرضيتم؟ قالوا: رضينا، موافقين على الزيادة دي، مرتبي هيزيد. يا أبو بكر رضي الله عنه، إيه الزهد والتقوى والورع، ما يستحل شيء من أموال المسلمين، لازم يبقى عن طيب خاطر، عن رضا، عن سماحة نفس. طلع من الدنيا وساب السيرة العطرة، أي حد يسمع سيرته يترضى عنه رضي الله عنه وأرضاه. شوف الله يعلم الأجيال النزاهة، الاستقامة، العفاف، هذه نفسيات عالية مستقيمة، دي نفسيات شريفة عفيفة، نفسيات عالية جدا، نوعيات ربنا سبحانه وتعالى اختارها لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام. برضو قبل سيدنا أبو بكر ما يستخلف، زي ما قلنا كان تاجر، وكانوا أحيانا بعض الناس يقصدوا في حاجة، إيه هو؟ إن يحلب لهم الغنم. سيدنا أبو بكر الناس يقصدوه، فبعد أن استخلف سمع جارية، أما بنت صغيرة عبدة، تقول للجارية: الآن لا يحلب لنا منائح دارنا. دلوقتي بقى خليفة خلاص ما عادش يحلب لنا. قال: بلى والله لا أحلبن لكم، لا والله أحلب لكم، هاتي الغنم. فجابت الغنم، قال فبيسألها:
انت عايزة الحلبة دي يعني نوعها ايه؟ ان كان في نوعين من انواع الحلب. نوع ان يبعد الاناء عن الضرع فيعمل رغاوي، ونوع اسمه يلبده ان يقرب الاناء من الضرع فما يعملش رغاوي. فقال لها انت تختاري ايه؟ قالت ايه؟ بالرغاوي. يعمل لها بالرغاوي. يا هو الخليفة وهي دي أمة. تواضع، أخلاق عالية، معاملات. ده سيدنا أبو بكر الصديق الحقيقة في مواقف كتيرة جدا كتيرة جدا في سيرة أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. إحنا بنسمع علشان نتشبه. إيه الخوف ده؟ إيه الورع؟ إيه الزهد؟ إيه التواضع؟ إيه العلم؟ لأن سيدنا أبو بكر كان عالم من أعلم الصحابة رضي الله عنه وأرضاه. وإيه الهمة العالية اللي كانت عنده؟ حروب الردة، فتوحات العراق، فتوحات الشام. شخصية فذة، في الإيمان قوي، في العلم قوي، في الهمة قوي الهمة، عالية الهمة. شخصيات. ده جيل الصحابة اللي احنا بنقول يا جماعة نتشبه بهم، نحاول ندرس. ايه ده؟ اتعلم والله، اقلده. مثلا لو انا زعلتك بكلمة رد عليها، خد حقك، القصاص. طب انت مش عايز ترد عليا، طب سامحني، اعفو عني، اصفى عني، تجاوز عني، عديها لي، دي خطرك على راسي. لازم طيب خطرك، ما حاجة من اتنين، يا انت تسامحني يا تاخد حقك، ولا ايه؟ لا انت سامحتني ولا انت هتاخد حقك، واللي عندك ايه اعمله، اللي عندك اعمله في يوم اخر، في هياخد حقه، بس هياخد حقه حسنات في يوم صعب، في يوم صعب. اللي حوش حسنات وتروح منه صعب، ما تتعوضش، مش هيعمل غيرها. فمقصود احوال. يعني انا الحقيقه يعني في موضوعات كتير عن سيدنا ابو بكر، بس هنتوقف عنها دلوقتي علشان عايز اتكلم في موضوع مهم برضو زي اهميه دروس السيره والتاريخ. موضوع الدعوه الى الله، دعوه الى الله عز وجل. اتمنى من اخواني ان يجتهدوا في مجال الدعوه، لان الفساد حولنا كثير، في فساد، في انحراف، في ضلال، في غواية، في جهالة، في ظلم، وفي بلطجة، وفي سرقة، وفي أحوال سيئة. علاجها الدعوة إلى الله عز وجل. نحن ندعي الناس، في أعداد من الشباب في كل مكان، كل شارع تمشي فيه هتلاقي مجموعات من الشباب واقفين بعيدين عن الدين، شباب و ما بيصلوش وبعيد عن الدين، ومجموعات كتيرة جدا في كل مكان، أي شارع، أي زقاق، قدام أي بيت، في أي حارة موجودين دول. مجموعات ليست بالعشرات ولا بالمئات، بل هي بالآلاف. بلد كبيرة جدا، في كل مكان تروح هتلاقي أعداد من الشباب محتاجين حد يذكرهم، حد ينبههم، حد يعلمهم، حد يجذبهم، حد يشدهم، حد يجيبهم إلى حياة الإيمان، إلى المساجد، إلى القرآن، إلى السنة. الشباب دول مين هيتحرك عليهم يا جماعة؟ ممكن لو أنت وقفت معاهم وأنا وقفت معاهم واديناهم وقت ممكن يجوا معانا، أو على الأقل بعضهم هيجي. بس هم لهم اولويات، كل واحد من الشباب دول الدنيا رسم لها رسمه. هو عايز يحط جل في شعره، وعايز يلبس، وعايز يهزر، وعاوز يضحك، وعاوز يسهر، وعايز يتفسح. هي الدنيا عنده كده.
وعايز يتفرج أولويات، وعايز يشتغل وعايز يسافر، وحيشتغل ايه ويحوش ازاي، له أولويات في دماغه. أما الصلاة مش في دماغه، العلم مش في دماغه، المسجد مش في دماغه، حياة الإيمان مش في دماغه، اليوم الآخر مش في دماغه، عايش في الدنيا ما يعرفش غير كده. صحابه زيه، جيرانه زيه، قرايبه زيه. مين اللي هيوصل للشباب ده؟ وبعدين دول كتير في كل حارة، في كل شارع، هي النوعيات وأعداد مش واحد، هما مجموعة صحاب. عشان كده بنقول للإخوة الدعوة إلى الله وظيفتنا، وظيفتنا الدعوة إلى الله عز وجل. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي، ده سبيل النبي، طريق النبي، منهاج النبي صلى الله عليه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني على بصيرة. فاللي بيتبع النبي لازم يدعو إلى الله. الانحراف كتير جدا، والشباب لو وقفت تكلمهم ممكن يقبلوا منك، يقبلوا النصيحة، بس حن عليهم، ترفق، خليك لين، وبعدين اديهم وقت، اديهم جهد، لان الشباب ده ما ينفعش تقول له كلمه تعالى صلي معانا، لا انت لازم تقعد معاه، تعالى يا فلان تعالى نتكلم كده، اليوم الايمان باليوم الاخر، الايمان بالله، وتكلموا عن الايمان بالله، الايمان باليوم الاخر، الايمان بالملائكه، الايمان بالكتب، الايمان بالرسل، الإيمان بالقدر. كلموا في مسائل في الدين، كلموا عن القرآن، عن النبي عليه الصلاة والسلام، كلموا عن الجنة، عن النار، كلموا عن السعادة الحقيقية، كلموا عن البركة، عن الرحمة، كلموا في الدين الحلال والحرام. الشباب محتاجين حد يكلمهم كتير، تروح له البيت وتقول لهم يا شباب في المنطقة تعالوا نقعد أسمعكم أحاديث للنبي عليه الصلاة والسلام، نعملوا جلسة دينية إيمانية. الحمد لله ما عادش مشبوهة دلوقتي، خايف، ما عادش في خوف. وحتى لو الشباب خايف، لأن الشباب برضو عندهم حواجز، الشباب دول فاكرين أن أنت معقد، أنت بتحط الجل، أنت ما بتلبسش الموضة، فهو لما يقعد معاك أنت هتحرمه من كل ده، ده هو عايز يتفسح وهو عايز، فلما يقعد معاك انت هتعقده، وهو عايز يتمتع بالدنيا، في اولويات في دماغه هو، فانت هتخترق الموضوع ده ازاي؟ محتاج توفيق من الله عز وجل. بس فكر خشوله ازاي، كلمه في ايه. فاتمنى من اخواني كلهم ان كلنا نشتغل في مجال الدعوة، كلنا، لأن العدد أكبر مننا آلاف المرات. ده أنت لو وقفت مع الشباب اللي ساكنين في بيتك أنت بس، أو حوالي منك أنت بس، في غيرهم كتير في نفس الشارع بتاعك، مين اللي هيقف معاهم؟ ما أنت اللي ساكن في الشارع، محتاج واحد تاني يقف معاهم، يديهم وقت، يديهم جهد. وبعدين ما ينفعش لازم تروح لهم البيت، أو تجيهم عندك البيت، أو تقعد بيهم في الجامع، أو تقعد معاهم في أي مكان، أو تقف معاهم في الشارع باستمرار، كلمهم. ده موقف جميل. احيانا وده قليل، امشي كده الاقي واحد من الاخوة واقف مع مجموعة من الشباب، واحد من الاخوة واقف مع مجموعة من الشباب، فاسلم عليه وامشي علشان انا عارف هو بيعمل ايه، بيحاول الشاب ده بيحاول معاهم، هم عندهم أفكار في دماغهم وهو عنده أفكار، هو بيحاول يرتب لهم أفكارهم حسب اللي هم مقتنع بيه، وممكن ما يعرفش يهربوا منه، ما تيجوا معانا أصلا مشغولين، ما تيجي كذا أصلا عندي معاد، أصلا عندي شغل، طب صلي أصلا عندي، طب اقرأ، طب أصلا عندي كذا، يا عيني يقعد يحاول معاهم وهم بيهربوا منه.
عايزينكم يا جماعة في الجامع، وهم يجيبوا له مليون عذر يخش لهم دخلة يهربوا منها، دخلة تانية يهربوا منها، دخلة تالتة يهربوا منها. في ناس ما بتحبش الدين، مش عايزين دين، مش عايزين فيه، وفي اللي حيجي. فأنت يا أخي الحبيب لو وقفت مع ناس وحاولت معاهم عشان تجيبهم، الوقفة دي ما أحلاها، شريفة جميلة، وانت بتصارعهم بتحارب معاهم عشان تقنعهم ييجوا لحياة الإيمان، وهم مش جايين معاك، وتحاول معاهم مش جايين معاك، يمكن ييجوا معاك. لو ما جوش معاك أول مرة هييجوا المرة الثانية والمرة الثالثة. انتوا عارفين قطرة المية، القطر نقطة لما تنزل على الصخر تأثر فيه، بس امتى؟ بعد سنين، وهي نقطة ضعيفة، نقطة مية ضعيفة وخفيفة، لو قعدت تنزل على الصخر تأثر فيه، تحفر الصخر والله وهي نقطة. فأنت لما تقعد تكلمهم هتحفر جوه قلبهم، هيتأثروا، بس يمكن النهاردة، يمكن بكرة، السنة الجاية، بعد 10 سنين، بعد 20 سنة. سيدنا خالد بن الوليد دخل في الإسلام بعد كم سنة؟ كم؟ 18 سنة ولا 20 سنة؟ لازم يا جماعة الاستمرار في الدعوة. فإحنا بس اتعودنا على أنا بعدي على الشباب وعارف إن هم بعيد عن الدين، بعيد عن الإيمان، بعيد عن العمل الصالح، وما كلفتش خاطري مرة أقف معاهم أتكلم معاهم. وأنت كمان، أنا تعودت وأنت تعودت، كلنا بقينا مغمضين، كلنا بقينا ساكتين، كلنا بقينا راضيين، وده غلط، غلط. الشباب دول أمانة، لأن أنا وأنت هنتسأل عنهم يوم القيامة. في سبب للانحراف، الولاد المنحرفين دول يمكن أبهاتهم أثروا معاهم، أمهاتهم، المدرسة، الدولة أثرت معاهم، وأنا وأنت كمان أثرنا معاهم. من أثرت معاهم وأنا ما أثرتش؟ شفتهم وسكت، وأنت شفتهم وسكت، سبتهم. أنت فاكر خليت مسؤوليتك؟ ما دول مسؤوليتنا يا جماعة، دول من الأمة، دول أهل بلدنا موجودين معانا. فيا جماعة ما ينفعش تقول أنا ما بعرفش أتكلم، ما ينفعش. تعرفش تقول الأولاد اللي صلوا الحلال وحرام، الإيمان باليوم الآخر؟ فكر. أقول لهم إيه الموضوعات، خش لهم إزاي لو هربوا من المهرب ده، إزاي أخش لهم من مدخل تاني؟ إحنا مش عايزين منهم حاجة يا جماعة، إحنا هنقبض منهم بس عايزين لهم الخير، الجنة، النجاة، العمل الصالح، عايزين الخير للأمة وللناس. وظيفتنا الدعوة إلى الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله؟ مين أحسن قول من الرجل ده؟ مفيش. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، من أحسن قولا منه؟ لا أحد. فأنت أخي لما تقف مع ناس وعملت تتكلم معاهم، كلامك ده أحسن الكلام، عملت تحاول ما تقنعهم عشان يسيبوا الدنيا وييجوا. في شبهات، في حاجات جوه دماغهم كتير، أولويات، في لغبطة في دماغهم، وانت بتحاول ترتب لهم اللغبطة دي. لا يا جماعة، ده الآخر أهم، الآخرة خير وأبقى، ده الإيمان بالله كذا، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالرسل، الإيمان بالكتب، الإيمان بالقدر، الإيمان بالملائكة، القرآن، الصلاة، عمال انت ترتب لهم. طب انت حياتك انت شغال، صلي برضو انت شغال، انت بتحل تحط جل في رمضان، تحط جل وتعالى صلي، اللي يمنع وقت الصلاة شيل الجل ده، الجل ده وتوضى، وبعد كده بحط مثلا انت عايز تلبس ما تلبس وتعالى صلي مثلا، صلي انت، تكلمه، استقيم، توب الى الله، بلاش الانحراف. انت بتذكر تصلح، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله. عايز أرجع تاني أقول يا جماعة، الدعوة كلنا دعاء، في أعداد كبيرة برا محتاجين دعوة، وإحنا الحمد لله معانا أعداد كبيرة، إحنا عددنا مش شوية الحمد لله. لو كل واحد اتحرك على مجموعة شباب داخلين على رمضان
وفي ناس منهم هتقبل وتيجي معانا. فانت اخي ما تضيعش على نفسك الخير ده. والدعوة مش بكلمة عابرة، ده محتاجة صبر، تقعد معاهم يوم واثنين وتفهمهم، محتاجين تفهيم. وفي الاول مش حيلينه، مش حيلينه، يمكن خايفين منك، قلقانين منك. لما ياخدوا عليك وعلى كلامك، الدين يا ده احنا فرطنا كتير والله، ده احنا قصرنا، ده احنا خسرنا كتير. قوم ييجوا صبر. واحد بعيد وانت بتحاول تقربه، بس لو طلعت انت بيه من الدنيا لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وظيفتنا يا جماعه الدعوه الى الله. وظيفتنا مش ده بيشتغل كذا وده بيشتغل كذا، لا، وظيفتنا الدعوه الى الله. اللي بيحب ربنا يدعو الى الله، اللي بيحب ربنا يذكر الناس بالله، اللي بيحب ربنا يحارب المعاصي، اللي بيحب ربنا يجيب ناس المساجد، اللي بيحب الدين يقرب الناس من الدين. كلنا دعاء. ممكن واحد يقول اصل انا انعزالي ماليش دعوه، انا بمشي في الشارع حاطط عينيا في الارض ودغري في سكتي رايح الجامع، ماليش دعوه بحد. ليه ماليش دعوه بحد؟ ما دول قرايبي وقرايبك، جيراني وجيران، دول اهل بلدنا وانت شايفهم اهو، ما تقف معاهم. انت انعزالي، ما انتش اجتماعي، خلي دي في حاجات تانية. بس انت شايف المنكر، قال الشباب هم محتاجين حد يكلمهم. انت يا ريت يا جماعة يعني نغير شوية، زي ما قلت لك في شباب كتير، مين هيقف معاهم؟ كتير جدا، اكتر مما تتخيلوا، اعداد من الشباب بس مش لاقيين حد يتكلم معاهم. الحمد لله ربنا فهمنا وربنا علمنا، فعايزين نتحرك على هذه الاعداد بدون اعتذارات للمسؤولية، نتسال عنها. لما تشوف ناس ما تسكتش، طب لو كلمتهم وما سمعوش كلامك كلمهم تاني. زي ما قلت لك نقطة المية تعصر في الصخر، التكرار التكرار، تحفر تعمل حفرة في الصخر مع التكرار. لا تمل، انت عندك بضاعة اعرضها، الإسلام اعرضها، أحسن عرض، أحسن عرض. فموضوع الدعوة إلى الله، وهذا للرجال وللنساء أيضا، كلنا دعاء. في حاجة عايز أقولها، إن كل واحد فيكم ممكن يختار لنفسه دور في الدعوة. يعني ممكن أنت تختار لنفسك دور. اللي يناسبك انت، زي امور الدنيا كل واحد بيختار لنفسه شغله، صح ولا لا؟ في واحد تطلع في دماغه يقول انا انفع انا هشتغل مثلا ايه في سنترال، واحد يقول لا انا هشتغل في سوبر ماركت، واحد يقول لا انا هشتغل سمسار، واحد يقول لا انا هشتغل في الكروت، واحد يقول لا انا هشتغل في عربيات، واحد يقول لا هشتغل، كل واحد يدور نفسه على شغله. هو حد بيسكت؟ كل واحد بيشوف ايه اللي ناقص في الحته دي هشتغلها. اشمعنى في الدنيا اشتغلت؟ دورت لنفسك على شغل ما عادش. ولما تيجي في الدين حدش كلفني بحاجه، انت دور نفسك على دور، ابحث لنفسك عن دور في الدين تخدم بيه دين الله عز وجل. المهم ان انت ما تعيش من غير دور في مجال الدعوة إلى الله عز وجل. يا إما أنت تكلم الشباب، أو تقول أنت اللي تروح تتفق مع حد يكلمهم. ينفع لو أنت مش عارف تكلمهم، قول لفلان أنا عندي مجموعة ممكن تيجي تكلمهم، وفلان 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 وكلنا يا جماعة، ده دين محتاج وقفة بذل حبا لله عز وجل وشكرا لله الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام. غير موضوع الدعوة، موضوع الدعوة ده موضوع كبير، في آيات كثيرة في هذا
الأمر في أحاديث كثيرة جدا. إنما عايز أنتقل من موضوع العلم الدعوة لموضوع العلم. برضو إحنا دعوتنا دعوة علمية، العلم، بنحث على طلب العلم ونتزود من العلم النافع، ولا نكتفي، لا نكتفي بالعلم، لا نشبع ولا نتوقف عند درجة معينة في العلم، إنما نطلب الزيادة والمزيد. ربنا قال للنبي وقل رب زدني علما، مزيد، مزيد من العلم. فعايزين مزيد من العلم، تشتري كتب، شرايط، سيديهات، تروح لمجالس علم وتبقى منتبه، انا عايز اتعلم زيادة، ما تشبعش، لا تتوقف ولا تكتفي. قريت كتاب، اقرأ كتاب تاني. القراية مهمة جدا، والسماع مهمة جدا، والحضور مهمة جدا. احنا مشكلتنا شبعنا. هيتقال ايه النهارده في الجامع؟ طب ما انا عارفه، طب ما انا سمعته قبل كده. يمكن معلومة واحدة، واحدة بس اتقالت زيادة النهارده، لو انت سمعتها كانت نفعت قلبك، أثرت في قلبك، غيرت قلبك، سطر، جملة، كلمة يمكن وفاتت منك. ليه؟ أنا قلت اللي هيتقال ما أنا عارفه، أنا سمعته كتير قبل كده، هو يعجبه إيه زيادة؟ يمكن في حاجة زيادة قلبك ينتفع بيها، يحيا بيها. فالعلم دعوتنا دعوة علم. الجهل ده احنا بنحاربه، ما ينفعش. والعلم عايز واحد ايه؟ منتبه. المسألة دي انا ما سمعتهاش قبل كده، اول مرة اسمعها، امسكها، امسكها في الذاكرة. عبادة، دعوة، حركة لدين الله عز وجل. العلم ينور قلبك، يعرفك الحلال من الحرام، اللي ربنا بيحبه اللي ربنا بيبغضه. العلم مهم. عايزين نتجه لطلب العلم، اقروا كتير في كتب، الكتب اللي عندكم، وتشتروا كتب زيادة وتقروها. اسمع شرايط، اما شريط كاسيت او سيديهات، اسمع، او ان انت تروح تقعد في درس مباشرة تسمع وتسأل تستفهم. واللي تسمعه ما تنساهوش، وياريتك حتى تقوله لحد عشان يثبت. المقصود ان احنا محتاجين نقلة، تغيير مجال الدعوة، محتاجين كل الحاضرين والغائبين، حتى اللي شغال في مكان يجتهد في الدعوة إلى الله عز وجل، وإحنا شغالين في الدعوة بنتزود من العلم. آخر حاجة عايز أقولها، الأخلاق. دعوتنا دعوة أخلاق، السكة اللي إحنا ماشيين فيها دي سكة الأخلاق، احترام الكبير، رحمة على الصغير، توقير العلماء، توقير المسلمين، الشفقة بالناس، أرقى معاملة. سكتنا سكة الأدب، الآداب، وسكتنا سكة الأخلاق. تاني، طريقنا طريق الأدب والأخلاق. أدب وأخلاق نجيبهم منين؟ اطلبهم من ربك. النبي كان يقول في الدعاء، اللهم هديني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيء الأخلاق، لا يصرف عني سيئها إلا إيه؟ اطلبها من الله. قل يا رب لين قلبي، أنا قلبي غليظ، طباعي غليظ، يا رب لينها، رققها، يا رب أنا جاهل، علمني، يا رب أنا اعدل حالي، اصلح حالي،
ايه اللي عندك انت؟ يقول يا رب لساني في ضرب، يا رب صلح لساني، يا رب انا عندي استعجال، ارزقني الاناة الحلم، يا رب انا بخيل، ارزقني السخاء والكرم، يا رب انا جبان، ارزقني الشجاعة. اطلب من الله سبحانه وتعالى. حقيقة يعني كنت جاي النهاردة وقلت نكتفي يعني النهاردة لحد كده ناخد اجازة، ولكن يعني ربنا ألهمني احنا نلتقي الحد القادم ان شاء الله ونتكلم في بعض المسائل عن شهر رمضان، عن فقه الصيام، برضو تبقى جلسة كده تحضيرية لشهر رمضان، بعض المسائل نطرحها وكنت ما سمعناها قبل كده او قرأناها لا بأس بالتذكرة. فالأحد القادم برضو إن شاء الله موجودين مع بعض ونتكلم عن بعض المسائل التي تتعلق بشهر رمضان. أسأل الله أن يبلغنا وإياكم شهر رمضان وأن يتسلموا منا متقبلا. نسأل الله أن يوفقنا لكل ما يحبه ويرضاه وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أسأل الله أن يعيد هذا الشهر على الأمة الإسلامية بالخيرات والرحمات والبركات والانتصارات وصلاح الأحوال. آمين آمين. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.